احنا لازم نوجه الرسالة اليوم قوة بقوة، ولازم يسمعوها الفوق باللي رحيل بوتفليقة لا يكفي. رحيل بوتفليقة هو عنصر من سلسلة من أشخاص وأجهزة وعصابة وشبكة التي أدت بهذه البلاد إلى ما نعيشه اليوم. اليوم حررنا الميادين، ولكن راح نحرر البلاد بأكملها، راح نحرر المؤسسات، نحرر العدالة، نحرر كل الفضاءات اللي تسمح للشعب الجزائري باش يأسس لجمهورية يحكم فيها الجمهور. احنا كنا جمهورية بدون جمهور لمدة عقود، وخاصة لمدة 20 سنة، وكانت الفضاءات مغلوقة، كانت الجامعات مغلوقة، النظر بالأستاذ، النظر بالمعلم، النظر بالمتقاعد، المتعوق، الطبيب، كل شرائح الاجتماع هي كانت ممنوعة. واليوم الشعب أسس لجزائر جديدة. احنا على بالنا باللي الجهاد رانا في الجهاد الأصغر، الجهاد الأكبر مازال. أكيد أكيد أكيد, أكيد أنه هذا النضال هو نضال من أجل قيام دولة ديمقراطية يحكم فيها القانون، يسمى فيها القانون، تكون قواعد عامة تطبق على الجميع، لا أحد ولا سلطة ولا شخص ولا عصابة تعلو فوق القانون. بعدما أسسنا بمراقبة مستمرة وقوية للشعب لتأسيس لهذه الجمهورية بآليات ديمقراطية بعدالة مستقلة تخضع للقانون ولا تخضع للأوامر، تحمي مصالح الشعب ولا تحمي مصالح العصابات، عندما نؤسس لهذه الدولة يكون الجميع يتمتع بالحريات، يتمتع بالحقوق، وكل من ارتكب جرائم اقتصادية، جرائم سياسية، جرائم بكل أنواعها سيحاسب أولا وكل شيء أمام التاريخ، وسيحاسب في إطار دولة القانون التي تضمن كل الحقوق للناس، ولكن تحاسب كل من ارتكب جرائم ضد هذا المجتمع وحد هذا الوطن. لكن في الآخر، في آخر المطاف، نحن كمجتمع لنا أولويات: حماية الوطن، بناء ديمقراطية، ونكون الجميع اليد في اليد لبناء هذه الجزائر الجديدة. عندما تكرس الديمقراطية كل الفئات الاجتماعية، كل المناطق، كل الأحزاب، كل الفئات، النساء والرجال، وكل الجزائريين يتحصلون في إطار دولة القانون على كامل حقوقهم. اليوم هناك فضاءات شحال ما كناش نشوفوا هكذا جزائريين يعبروا على المشاكل تاعهم، ما كناش نسمعوا بهم. كانت الأجهزة الأمنية بنات جدار حتى خلات الناس ما تقدرش تتكلم بينتها. وهذا النظام كان استعمل الحيل والأساليب البوليسية لجعل كل الاحتجاجات هي احتجاجات جزئية، يتعامل مع الفئات بجزئية، لم يترك المجال للجزائريين أنهم يكونوا هذا المجتمع، لم يترك المجتمع الجزائري أنه يجتمع على قيم، يجتمع على مبادئ، يجتمع على مشروع. لأول مرة حررنا هذا الفضاء لنؤسس لدولة تكون دولة للجميع ويحكم فيها القانون ويحكم فيها الحق.